بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة، تطبيق جديد على جروب بوليسي، ازاي اسطب ابليكيشن على اجهزة الموظفين. تمام، احنا كلنا بنسطب الويندوز لاجهزة الموظف وكده، وبعدين بنبدأ ننزل الابليكيشن بتاعتنا. لا، احنا عن طريق جروب بوليسي ممكن نعمل ديبلوي للسوفت وير بتاعنا، بس بشرط وحيد يكون عندنا الباكج بتاعتنا MSI. تمام، احنا هنا هنشرح تطبيق عليها عن طريق جوجل كروم، وزي ما هنشتغل على جوجل كروم ازاي ننزله، هننزل اي ابلكيشن تاني سواء الادوب اكروبات او اي حاجه احنا محتاجينها. اهم حاجه انزل الام اس اي بتاعها. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدخل على جوجل عادي خالص، تمام، وهبدا ادور على الام اس اي بتاع الابلكيشن عايز انزله. انا عايز انزل كروم، فهكتب بمنتهى البساطه كروم ام اس اي اهو. تمام، اخترته. قال لي انت عايز تعمل مجموعه الفيجن بتاعته، الام اس اي بتاعتها. ببدا اختار الفيجن اللي انا عايزه، هقول له داونلود عشان الباكج بتاعتي 64. قال لي انت اكسبت ان داونلود. طبعا خطوات عاديه بقى على حسب كل ابلكيشن انت هتنزله. فاحنا خلينا مركزين دلوقتي على جوجل كروم. هيبدا يعمل داونلود عندي، مفيش اي مشكله خالص، هستناه لغايه لما يخلص الداونلود بتاعه. اللي احنا هنحتاجه واحنا شغالين ان احنا السورس ده نحطه في مكان، ونحط المكان ده يبقى متشير، واخش على اساس الباص ده ابدا احطه في جروب بوليسي بتاعتي. تمام، مش اكتر من كده. طبعا الشير لازم يكون واخد حق ريد لكل اليوزر، عشان اليوزر اللي هيشتغل على الجهاز احنا مش عارفين مين، احنا عايزينه يشتغل اوتوماتيك. تمام، طبعا كل باكج عندك بتختلف من ابلكيشن التاني حسب حجمها قد ايه، حسب الاحتياجات بتاعتها ايه. وفي ابلكيشن اكترها هتلاقي ليها الام اس اي، بس المهم انك توصل لها، ومنتهى البساطه انك هتعمل سيرش عليها. هو خلص الداونلود اهو، هدخل على الفولدر بتاعي اللي هو نازل فيه الفايل. طبعا الملف ده نازل مضغوط، هبدا افكه. هفك الضغط بتاعه. ادي فكينا الضغط بتاعه اهو. كل ده انا بحضر الشغل بتاعي قبل ما ادخل على جروب بوليسي. الخطوه اللي جايه طبعا ان انا هروح اعمل اكريت الفولدر بتاعي اللي هنشير فيه السورس ده. ادي هي الام اس اي نفسها، هو منزل لي كذا حاجه هنا عشان ده جوجل كروم، وهنتكلم على الحاجات اللي نازله دي بعدين بس في فيديو تاني. هخش اهو مثلا في الباص بتاعي، هكريت على السي مثلا نيو فولدر اهو، واسميه بالاسم اللي انا عايزه اللي هيتشير على اساسه. هسميه مثلا سوفت وير عادي، يعني اي اسم. وحاطط جواه الام اس اي بتاعتي. هاجي الفولدر ده ابدا اشيره. اول حاجه ادي السكيورتي عليه، اتاكد ان كل اليوزر واخدين بيرميشن عليه. ادي اليوزر زي تمام، هنوقف على اليوزر هتاكد. او عايز ادي موديفاي حدي زي ما انا عايز. تمام، اخش على الشيرنج اشير، هقول له مثلا ايفري ون، اختار ايفري ون بدل ما اكتبها اهي، واقول له ايفري ون ايه ريد، مفيش مشكله ان هو ايه هيقرا. وادي الباص اهو اللي انا هحتاجه. ونخلي بالنا يا جماعه، هاخد دلوقتي كوبي وبيست اهو، عشان هو ده اللي هستخدمه في الجروب بولس بتاعتي. كده انا حضرت الشغل بتاعي خلاص عشان ادخل اشتغل على جروب بوليسي بتاعتي.
طبعا زي ما احنا عارفين الجروب بوليسي ما بتجيش من هنا، تمام. هخش على الجروب بوليسي بتاعتي من ويندوز ادمنستريتيف تولز، اهي هنزل تحت هلاقي جواها الجروب بوليسي مانجمنت بتاعتي، او باي طريقه بتفتحها بيها مش مشكله. فتحت معايا اهي، اخش اكريت جروب بوليسي جديده، اخش على جروب بوليسي اوبجكت. انا في كل ده بحضر الجروب بوليسي بتاعتي، اول خطوه فيها هقول له نيو ونكتب اسمي عبر عنها عشان لما نحتاجها بعد كده نعدل عليها او نوقفها او نعمل لها اساين لويو معينه. اهي اتكريتد، طبعا ما فيهاش اي سيتنج ولا حاجه. هخش ابدا اشتغل على السيتنج بتاعتها، هقول له ايديت. طبعا انا هشتغل على الكمبيوتر يا جماعه، فهنقول له ان اي كمبيوتر يشتغل عليه الويندوز ينزل عليه الجوجل كروم اوتوماتيك. فانا هدخل على سوفت وير انستليشن سيتنج اهي، وهقول له فين الباس بتاعي، هقول له سوفت وير انستليشن اهي، هقول له البروبريتي بتاعتها، وهدي له الباس اللي انا حاطط فيه السوفت وير بتاعي. انا واخده كوبي ما تنسوش، هحطه هنا بيست اهو، تمام. في مجموعة اوبشن فوق ممكن لو احنا بصينا عليها، تمام، هي دي اساين ولا ادفانس. طبعا بابلش هتلاقيها مش شغالة عشان ده احنا شغالين على الكمبيوتر مش على يوزر. والباكج بتاعتك لو 32 والاوبريتنج سيستم 64 او العكس، تمام. احنا دي ممكن نغيرها من جوه جروب بوليسي نفسها، من جوه الباكج نفسها، كل باكج تبقى مستقلة بذاتها، تمام. بس انا مش محتاج اغير حاجة هنا، هقول له اوكي. انا كده قلت له الباص، ناقص اقول له الباكج عشان لو في اكتر من باكج جوه الفولدر ده. اقول له الباكج اهي، طلع لي هو لوحده لم الصوايه اهي، قلت له اوبن. بس كده انا كده اهي سالني انت عايزه ايه، اسايند انها تشتغل اوتوماتيك ولا ادفانسد ان يبقى في موديفيكيشن او حاجه. هقول له لا اسايند عشان ما تسالش اليوزر على اي حاجه. هلاقيه لوحده طلعها لي اهي، الباكج بتاعتي بقت جاهزه. يبقى انا كده خلصت جروب بوليسي بتاعتي، تمام. اهي الاوبشن بتاعتنا بالكامل اهي، اللي احنا الكونفيجريشن اللي احنا عملناها. يبقى انا كده خلصت جروب بوليسي، ناقص اطبق اخليها تطبق على انه او يو عندي، تمام. لو بصينا هنلاقي انا عندي هنا في المثال ده ما فيش اي او يو فيها كمبيوترات ولا حاجه، فانا هرجع للاكتف دايركتوري تاني. ادي سيتنج اللي انا عملتها بتاعت الجروب بوليسي دي اهي، لو قلت له شو هيطلع لي تعديلات اللي انا عملتها. عشان ابدا اطبقها لازم اختار الاو يو اللي هتطبق عليها، فانا هروح كده كاريت على الاكتف دايركتوري او يو جديده، تمام. ودي اللي هحط فيها الكمبيوترات اللي انا عايز تطبق عليها الجروب بوليسي دي، يعني هحط فيها الكمبيوترات اللي عايز تنزل عليها كروم اوتوماتيك لما الجهاز يشتغل. ادي الاكتف دايركتوري، كليك يمين، رايت كليك، يوزر اند كمبيوتر، يوزر اند كمبيوترز، تمام. هكاريت او يو جديده، نيو اورجانيزيشن يونت، هتسميها ايه مثلا؟ هسميها يوزر كمبيوترز عشان المثال بتاعنا. طبعا دي ممكن تبقى الاتش ار، ممكن تبقى الفاينانشال زي ما انت عايز، تمام. انا كده حضرت، المفروض انقل بقى جوه الكمبيوترات اللي عايز تطبق عليها. هاجي من جروب بوليسي هقول له ريفريش، ظهرت الايو معايا اهي. هقول له ايه؟ هقول له لينك ان اكزيستنج جروب بوليسي، انا واحده اهي اللي انا كريتها. لو فتحتها دلوقتي هنلاقي جواها الجروب بوليسي اللي انا كريتها. هقول له برضه انا دايما احب اقول له ايه، انفورسد انها تتطبق.